جاية كريمة هنيه وقرارها مش سهل. خليه انت سهل. ازاي؟ اتعامل عادي، ابنها صافية وقلبه بيض وخلاص. عاوزة تيجي تقعد في بيت العيلة حقه، وبناتها كمان حقه، وانت لازم تبقى حن عليهم من ابوهم الله يرحمه. والله ده اللي انا ناوي اعمله فعلا. طب وفلوس عبد الله؟ اللي هم عايزينه ياخدوه، لكن ارض وفلوس في يدهم لا. اهجاك تقعد عندك وكتفها يبقى في كتفك، وتاخد منك اللي هي عاوزاه. والله لو حطيت يدها في السياله وخدت اللي هي عايزاه ما هقول لها لا. مصدقك. بس في سؤال عايز اساله لك، وعايز اجابه عليه صريحه وسريعه. اسال يا اسحاق. انت ليه وافقت ان كريمه وبناتها يجوا يقعد عندك بسرعه كده؟ اكيد في حاجه في دماغك. ربك والحق. قول الحق. لما كنت في مصر قبل عبد الله اخوي الله يرحمه ما يموت، شفت البنات كده عينيها جامده ومفتحه زياده عن اللزوم، وكريمه مش هتقدر تحوط عليهم. بس ايوه، يعني لما كريمه تقعد هنا البنات حييجوا ويروحوا ويبقوا تحت عينيا. بس ايوه بس. هات من الاخر ولا اقول لك انا؟ هتقول ايه يا اسحاق؟ انت عاوز تتجوز كريمه صح؟ تتجننت يا اسحاق؟ طالما قمت واتنفضت من مكانك كده تبقى ناوي على كده. كنت ناوي على ايه يعني؟ مش غلط يا عبد الحكيم. عشان تعرف ان انا فاهمك كويس. شوف، المشكله مش انك تتجوز كريمه، ده عادي ومن حقك، بالعكس ده ممكن يهدي الامور، بس هي توافق. المشكله في جبريه، لو عرفت انك انت بتفكر في كده هتعمل ايه؟ انت اتخبلت يا اسحاق. جبريه مين دي اللي اعمل حسابها؟ بالراحه. طيب بلاش تاخذ الامور على الحامي، خليك واحده واحده. ايه انا بقول لك ده برضه.